بلغ احتجاجي واعتراضي الرسمي لمدير وكاله ناسا ذات نفسي. انت عايز ايه يا ابني دلوقتي؟ مش انت يا دكتور سعيد، انت يا ابني انت عايز ايه؟ انا خدت الحاجات دي. ما تاخد اللي انت عايزه. عايز الباقي بتاعي. ما رجعناش ليه؟ هي الصور ماضت؟ رجعتوا بس رجعتولي انا ليه كده يا ابني؟ ليه ما عملتش حساب اللحظه دي؟ انا اسف يا ملك، اسف. صوت الجرس اللي جوه ده، كشك هيولع ولا ايه؟ كشك يا نهار اسود، خد يا ابني، خد حاجتك دي، خد فلوسك كمان عشان هنقفل، اتكل على الله. اديني يا ابني الحربة ديت. وفوري صف واحد بقى كده، عشان اضرب الضربة تفوت فيك وزي تشيش طاووق، وقف لها حلو في النص زي الطماطماية جميلة. أمر مولاي. أوكي. حاضر يا معلم. رجعتونا للابش تاني. يا عدوي ايه ده؟ يا نهار اسود، دول اختفوا. يكونش دي والعياذ بالله لعنة الفراعنة اللي بيقولوا عليها. احمينا يا رب. الحمد لله على السلامة. ليه كده بس؟ بقى نقول لك رجعنا 7 سنين، رجعنا 7000 سنة. ده جزاتي ان انا فسحتكم. بس ايه ده؟ اهدوا كده يا جماعة واحكولي عن رحلتكم علشان نوثقها. توثق ايه يا خلل؟ احنا بقى نرجعك مذبحة القلعة، توثقها انت براحتك. بقول لك يا سرسار، انت انا سرسار؟ ايوه سرسار، انا عايز الجوهرة بتاعتي. فكك بقى من شغل التلاجات والحاجات الساعة ده. بقول لك ايه؟ محدش هيقرب من الجوهرة. اللي هيقرب من الجوهرة انا هفرقع محتويات الكيس اللبن البودرة ده في وشه، يجيب له احتقان في الزور وارتجاع في المريء. لا لا، فكك من النمر دي، خلاص حفظناه. كتفوا السرسار ده. لا اقول له بلاش بلاش. فين نضارتي يالا؟ موجودة، شايلها لك في الحفظ والصون، بس قول له يسيب لي الجوهرة. سيب له الجوهرة يا فخر، خلاص اداني النضارة. خلاص يا فخر؟ اداني النضارة؟ انت عايز تجيب لي شلل يا ابني؟ يعني نروح للسحاوي نقول له ايه؟ جبنا لك نضارة؟ انا عايز حاجة اكسر بيها البتاعة دي. لا لا ما. هيبوظ الآلة والجوهرة تتفتت. يا نهار اسوح، الجوهرة اتفتتت والآلة باظت باظت. شعبري شعبري يا فخر، انزل معايا التلاجة يا سيد. اهدوا يا جماعة، لو كان على السحاوي امره محلول. انا رجعت بالتمثالية. بجد يا سيد؟ ما خف وزنه وغالي تمنه. معاك الحاجة؟ بالراحة يا سيد، التمثال هيتكسر. انا عايزكوا تثقوا في نفسكوا وتحطوا رجلي على رجلي. يا اهلا يا اهلا يا مراحب يا مراحب، اهلا بيك يا فخر مصر يا فخر العرب. بص يا عم نعيم، انا عايزك تعرف حاجة. انا في 30 واحد بيجروا ورايا عشان البضاعة دي، فاللي هيحصل كالآتي: الشنطة دي هتتفتح، يطلع التمثال يتحط قدامك، الاقي فلوسي قدامي اخدها واتكل على الله. ايه اشتري سمك في مية ولا ايه؟ لازم اعين البضاعة بنفسي واشوفها. حقك، افتح يا ابو السيد. اه فخر، بس الراجل ده اصله بيفاصل وهيقرفنا. عم نعيم حبيبي ونخدمه برضو عشان خاطرك بس يا فخر العرب. بسم الله. هو فين التمثال؟ اهو. الحق يا سيد، ده في صرصار جوه الشنطة. لا ده مش صرصار، هو ده التمثال. هو ده التمثال ايه؟ ايوه التمثال الجعبران. جعبران؟ ايوه الجعبران بتاع الفراعنة.